معانا الفنان القدير الأستاذ حمدي الوزير. أهلا يا أستاذ حمدي الوزير. أهلا يا فندم. أهلا بيك يا أهلا زي وسهلا حضرتك يا أستاذ حمدي. أهلا وسهلا، حضرتك وحشنا كتير، حضرتك وحشنا. الله يخليك، شكرا. عايز أسألك سؤال وأقول لحضرتك، وينك؟ وينك يا فنان؟ ويني؟ موجود موجود في، يعني الحمد لله الحياة تستمر. صح أنا اختفيت شوية، بس الواحد بيدور على الحاجات الكويسة يعني. ان شاء الله دايما الحاجات الكويسه مع حضرتك. الله يخليك، اشكرك، شكرا. اهلا. معانا الفنان الشاعر الغنائي هاني عمار، حضرتك توجه له كلمه. ده صديقي العزيز جدا جدا، حبيبي يعني حبيبي. والله حبيبي. انا بصي اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. انا دائما متعاطف مع مبدعين الاقاليم. يعني لان انا واحد بتشرف ان انا واحد من مبدعين الاقاليم يعني. فاحنا مقصرين في فنانين وادباء الاقاليم كتير. فالاستاذ هاني يعني من الناس الشخصيات الجميله حبيبي استاذ، اللي حسيت فيه انه في بكاره الفنانين الاقاليم، وجواه لسه حاجات كتير، وان شاء الله يقدر يطلع. بس حضرتك قدمت مبادره من حضرتك لاحتوائه، فان حضرتك يعني هو قال لنا ان هو مع حضرتك في عمل قريب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله في مشروع مسرحيه ان شاء الله نعرضها في الصيف ان شاء الله في مرسى مطروح. ان شاء الله. وانا بتشرف بمشاركه اي حد من الاقاليم معايا. انا الموسم اللي فات كنت في اسكندريه ومعايا فنانين اسكندرانيه كلهم، ما فيش الا انا بس اللي انا مش من اسكندريه. انا بتشرف ان انا من بورسعيد اصلا، فاولاد عمنا الاسكندرانيه اولاد عمنا يعني. أستاذ حمدي، أنا عايزة أقول لحضرتك الأدوار الأخيرة، فيلم الثأر والمغتصبون والتخشيبة وأخيرا الرغدة متوحشة، حضرتك يعني تفتكر الدور الكورنر اللي حضرتك يعني مع تكرار الأدوار في الأفلام، حضرتك تكرار الدور ده معناه إيه؟ معناه إن نجاح جامد خارق، ولا ده حضرتك ظلم لنفسك والفنك ان حضرتك تخليك في كورنر واحد من الادوار؟ الناس بتقول انا محطوط في كورنر واحد، ده مش مظبوط على فكره. مش مظبوط، عمري ما اتحطيت في كورنر واحد. غير الايام دي، غير الايام دي يعني. اللي اول ما ظهرت الصوره المعروفه المشهوره دي، لكن الناس عارفه ان انا تاريخي في ادوار هامه جدا. اكيد. هامه من ناحيه الاداء. هامه من ناحيه المخرجين اللي اشتغلت معاهم. هامه من ناحيه المواضيع اللي انا قدمتها والمؤلفين. اما بالنسبه للجوائز يعني هقول لك على حاجه. اتفضل. انت عارف ان انا حصلت على جائزه تمثيل في اهم فيلمين اللي هو التخشيبه والمغتصبون؟ ايوه. فيلم يعني التخشيبه كان فيلم التخشيبه، فيلم يعني مش هيتعاد تاني. والمغتصبون والمغتصبون ايضا. والمغتصبون ايوه. انت عارف ان جوائز التمثيل انا خدتها على الادوار دي؟ ايوه. فالناس ليه بقى؟ لانها كانت افلام كبيره. أيوة. بتعالج قضايا، قضايا فعلا إنسانية. فعلا قضايا. أيوة. انسانيه. يعني قضايا المراه الهامه جدا قدمناها في التخشيبه وقدمناها في المغتصبون. لكن في ناس بقى ايه، ضعاف النفوس. عادي يعني، انا ما بعتبرش ده يعني كل مجتمع فيه ده وفيه ده يعني. اكيد اكيد. ضعاف النفوس يقول لك الحمد لله زيد ما عملش غير ادوار تحرش. تحرش هو ساوي الاتوبيس كان تحرش؟ لا، ما هو حضرتك يعني حتى يعني انا يعني حتى لو تحرش، ما التحرش مظاهره الى حد ما موجوده في المجتمع، والدراما ما هي الا هي بتصور. بس عايز اقول كمان ظاهره وضيعه. ايوه، والدراما هي بتصور، هي بتوصل او بتخلي الناس يتعرفوا على الظواهر الموجوده في المجتمع باختلاف الظواهر وباختلاف اساليبها. ده شيء يعني، ده شيء يعني وارد وموجود. ما قضية هامة جدا. أيوة. أنا عشان كده بقول لحضرتك هي قضية هامة بالنسبة للمرأة. ده مع ظهور السوشيال ميديا بقى في تحرش عن طريق السوشيال ميديا حضرتك، يعني بتتطور بالتطور التكنولوجيا. ما هو دول ضعاف النفوس اللي أنا بتكلم عليهم. أيوه. إن شاء الله اللي جاي. بس أنا برضو خلينا في الأستاذ هاني حبيبي. الأستاذ هاني ربنا يا رب يوفقنا. أمين. وننفذ المشروع اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله بالنجاح. بالنجاح ان شاء الله. بالنجاح يا استاذ حمدي. شكرا. بشكر حضرتك على مداخلتك الجميله والمفيده والهامه. شكرا يا فندم. شكرا. 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 شكرا.